هذا البرنامج برعاية بروى العقارية. هذا البرنامج برعاية كفاك شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة. الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل في الحلقة السابعة من شهادته على العصر. إسرائيل تمكنت بهالفترة هذه أن تخلق موقع إلها ضمن القوات اللبنانية. احتفل الموساد بفوز بشير في الانتخابات بإقامة مأدبة عامرة. ما عنده خيار، الطرف الآخر يريد حقه. ما خلفنا لينا خطورة اللعب مع